الأشواط تتوالى مشاهدينا متابعينا الكرام، والآمال تتجدد مع كل انطلاقة في هذا الصباح الجميل مع هذه التحديات المثيرة. وعلى أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي، انطلاقة سليمة لشوط الحادي عشر، شوط خاص بالحجاج البكار. نتمنى التوفيق للجميع، نسير بالصدارة، نتابع البداية. وأرى الشاهينية من قادة المجموعة، محمد بن يمعة بن عبد الله الأغبلي ينطلق أيضا بتحديات الشاهينية على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أرهني أبعاد لسالب سعيد بن كاسب المسافري، متابعا لانطلاقة أبعاد. ومع المركز الثالث، المركز الثالث سرابة ناصر بن معيوب بن سعيد الشدي يتابع انطلاقة سرابة. مع المركز الثالث، المركز الرابع رهنية العسجدية تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق. مع المركز الرابع محمد بن سيف المقعودي الفلاسي متابعا لانطلاقة العسجدية. ومع المركز الخامس، المركز الخامس دلمة سعيد بن سيف بن سالم النياد الشعار نسناس أيضا يتقدم في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، نتابع القدوم ايضا. مع المركز السادس، مع المركز السادس التحديات للشاهينيه، ومطر بن حمد العشيج العامري يتابع انطلاق الشاهينيه. مع المركز السادس سابعا من الجانب الاخر جديد تتسلل في هذه اللحظات لمتعب بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع. مع المركز السابع والثامن التحديات، ثامن الانطلاقات الدوحه لخميس بن محمد بن ضويع المنصوري يتابع هذا الانطلاق. تاسعا من الجانب الاخر زعفرانه لمحمد بن سالم بن حمد الهاشمي، والقدوم القدوم مع المركز العاشر. نتابع التحديات للدكتوره لسهيل بن سليم بن سهيل بن الاسود العامري. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمه في هذا الشوط. ومع هذا الاندفاع المثير ومع هذا العرض الرائع، نتابع الصدارة، البداية والمقدمة والتحديات، التحديات الجميلة مشاهدينا متابعينا الكرام، صدارة هذا الشوط، البداية المقدمة. نتابع انطلاق الدلمة بالشعار سعيد بن سيف بن سالم النيادي. ومع المركز الثاني من الجانب الآخر التحديات الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، المركز الثاني القدوم التحديات العسجدية لمحمد بن سيف المقعودي. ومع المركز الثالث التسلل بياضي اللحظات للدكتورة لسهيل بن سليم بن سهيل بالأسود العامري. ما شاء الله تبارك الله، المركز الرابع من الجانب الآخر القدوم السرابة لناصر بن معيوب بن سعيد الشدي. التحديات جميلة والقادم أحلى. ميزة تتسلل في هذه اللحظات، سعود بن علي بن عامر بن تعيب الجابري يتابع انطلاقة ميزة. فاجأت الجميع ميزة تنطلق بالصدارة، تحمل ميزات عديدة، ميزات حميدة تنطلق بناموس هذا الشوط. ميزة على الصدارة، وسعود بن علي بن عامر بن تعيب الجابري يفاجئ الجميع بانطلاقة ميزة اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة اللحظات الأخيرة، التحديات القادمة. ولكن ميزة هي الأقرب. تهانينا لسعود بن علي بن عامر بن تعيب الجابري على فوز ميزة بالمركز الأول ولحظات وصولها، لحظات اقترابها من خط النهاية. تهانينا والناموس لمالك ميزة سعود بن علي بن عامر بن تعيب المركز الثاني. تصل فيه مشاهدينا متابعينا الكرام دلمة لسعيد بن سيف بن سالم النيادي. المركز الثالث كحيلة لعبد الله بن مبارك بن رقراق المزروعي. المركز الرابع العزدية لمحمد بن سيف المقعود الفلاسي. المركز الخامس زعفرانة لمحمد بن سالم بن حمد الهاشمي. 4:34 هو توقيت وتحديات ميزة. تهانينا لسعود بن علي بن عامر بن تعيب الجابري، تهانينا للجميع والناموس.